لا لا في بلادي ما كانش ما كانش لازم تكبر كرشك تتعمر تجيب لي كافي ولا تستنب القباري حب تجيني في السيستام من مورال هبط يزيد يهبط في لي ديكتاتور لي ما حلت لهم والو ويزيدو سفريو اها كيما راني سفلي في المايك سنين المحنة في البلاي باك ونشوف لهم شوية على قد نظرهم الشعب بالمحكور لي دابس على خمسة الارمي لما ولات لهم غير كثرت زيادة في القمة العيش وكيف وكيف المسكين يربي الريش وحريتكم لي ما قعدت غير تخدم في الريش هكرا ميسيريا طلم انا ماني اوكي انا وحشوري انا ماني اوكي انا وحشوري ياك ترافاي ما كانش ريمورس ويا ال 25 الف خدمة ربع نهار في الانجليز ميم تخدمها سون ليميت ما تجيبش تمن برطمة مي هكا وصافا هيا روح نقابلك مع جماعة الشومارة الحومات اللي ما صحت لهم غي يحلموها فيزات والقنصل اللي ما يحيد بعوايدو حسان حميد والتواصى كل تريفيزات وقريت 16 عام ريحة كبا في البحر هيا كاع كاع ما تغيطوني هذا واش قالوا قلت الزهر من السوسيتي اللي حوزت عليها ببلهم بالعين وديريكتور بوش نابر ها عاطيك بالطهر وي سي صا هذا واش قالوا عقلية من البلاد لازم دراع او يد صحيحة لازم شكارة ودخلة قبيحة قبل ما تولي لهم حتى انت فدولة فضيحة مش غيقول هذا يا رحم بابا اللي تحوس عليها ما تلقاش حتى انا حب نمتع وديا كتر خيرهم يسعد ايامهم كبروني لازم تقسني لا كريسا كي نفكر في المارياج عمي الديريجون اللي ما فهموناش اللي راسهم عامر بالبيطون بلادي لازم تتيمن على راسو بالك يفرجها ربي سقسي ولاد حومتي من ملط في 12 عام خدمة فيها ما تسهاش تخدم عندك حل الراس من ربعة دورو ما تشيطهاش هو جاي يجيب لك ديسكورا فيرماتي ولا موات صوباش حتى انا نحلم من عشكي فو ماليزا حتى يا نا كيما لي ديريجون دور بالباليزا شوف صايح بست لي ديبلوم غادي نخبطو يماهم في حيط اي اخويا بنادم يشوف حاجه بروبر ديالو كما قالو اللي ما هو ليك غير عييك اي اخويا يا حبس